يوم الأحد من الأسبوع الرابع من الصوم الكبير، إنجيل العشية من مزامير أبينا داود النبي، بركات على جميعنا. تقوى وليتشدد قلبك وانتظر الرب. وأنا أؤمن أني أعاين خيرات الرب في أرض الأحياء. هللويا. من إنجيل معلمنا لوقا البشير، بركات على جميعنا. ثم قال لتلاميذه: فلهذا أقول لكم، لا تهتموا لأنفسكم بما تأكلون، ولا لأجسادكم بما تلبسون. فإن النفس أفضل من الطعام، والجسد أفضل من اللباس. تأملوا الغربانة، فإنها لا تزرع ولا تحصد، وليس لها مخدع ولا مخزن، والله يقوتها. فكم أنتم بالحري أفضل من الطيور؟ ومن منكم إذا اهتم يقدر أن يزيد على قامته ذراعا واحدة؟ فإن كنتم لا تقدرون ولا على الأصغر، فلماذا تهتمون بالبواقي؟ تأملوا الزهور كيف تنمو، لا تتعبوا ولا تحترفوا حرفة. ولكن أقول لكم إنه ولا سليمان في كل مجده كان يلبس كواحدة منها. فإن كان العشب الذي يوجد اليوم في الحقل ويطرح غدا في التنور يلبسه الله هكذا، فكم بالحري أنتم يا قليل الإيمان. فلا تطلبوا أنتم ما تأكلون وما تشربون، ولا تهتموا، فإن هذه كلها تطلبها أمم العالم. وأما أنتم فأبوكم يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه. بل اطلبوا ملكوت الله، وهذه جميعها تزاد لكم. والمجد لله دائماً.